تقول السائلة: أنا امرأة أبلغ من العمر 55 سنة، انقطعت عني الدورة منذ سنة، والآن لي 15 يوم ينزل علي الدم وأنا صائمة. امرأة ايش؟ تبلغ من العمر 55 عام. 55 سنة. اي نعم. انقطعت عني الدورة منذ سنة، والآن لي 15 يوم ينزل علي الدم وأنا صائمة، ماذا أفعل في الأيام التي انقضت؟ هل أعيدها؟ هذا الدم الذي بعد 50 لا يعتبر، هذا نزيف وليس هو حيض، ليس حيضا بل هو نزيف نتيجة مرض، فلا يمنع من الصيام ولا من الصلاة لأنه ليس حيضا، إنما هو نزيف ومرض، فعليك بمراجعة الأطباء لعلاجه، ولكنه لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام لأنه لا حيض بعد 50. سن الإياس عند جمهور أهل العلم 50 سنة، واللائي يئسن من المحيض، الإياس 50 سنة وليس بعده حيض، فإن جاء دم بعد 50 فإنه ليس حيضا وإنما هو نزيف. نعم.